لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اول حاجه عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه والعافيه باش ما تمنيتو ان شاء الله. رمضان ان شاء الله على الابواب، فلا بد من بعض التحضيرات. انا اليوم جاني هاد الفريز، هذا جاني واحد الكميه كثيره اللي اكيد لا خليتها على برا غادي تبقى غير تخسر ليا، فقلت لي ما لا انا نحتفظ بها في المجمد. غادي نوريكم الطريقه الصحيحه كيفاش تحتفظوا بالفريز باش ما يخسرش لكم في المجمد. معظم الناس كيحتفظوا بالفريز وفي الاخر كيلقاو خاسر، رغم انه في المجمد. كيرجع للطريقه كيفاش كيحتفظوا به. اول حاجه كنغسل الفريز، ملي كنجي نغسل الفريز ما كنحيدش له ديك الوريضه ديالو اللي لاصقه فيه. الا حيدت له الوريضه ديالو اللي لاصقه فيه عاد غسلته كونوا على يقين انه غادي يخسر ليا الفريز. غادي نغسله ان شاء الله بالوريضه ديالو، ومن بعد عاد نحيد له ديك الوريضه ديالو. المهم انا غنوريكم الطريقه من بعد. اهم حاجه نغسلوه بالوريضه ديالو ويتغسل جيدا جيدا، لان الفريز راه ما نقولش لكم شحال كيكون فيه ديال التراب، بزاف بزاف. راه غسلته وعاودته غسلته وعاودته عاد باش تقطع ليا منه داك التراب بصفه نهائيه. اول حاجه كنسقطر الفريز ديالي مزيان هكا في واحد الشبيكات، كنجيب البلاطو كنفرش فيه هكا السلوفان او البلاستيك ديال الطبخ اللي توفر لكم، وكنحاول عاد فهاد الوقيته هادي نحيد له هاد الوريضه ديالو وهاد الجدير هادو، كنحيدهم ليه في هاد المرحله هادي. كاين اللي كيحيد له هاد الوريضه وهاد الجدير ديالو قبل ما يغسلو، فلذلك الفريز كيدخل له الماء وكيخسر لكم رغم انه في المجمد. بهاد الطريقه هادي حتى كنستف البلاطو كامل، وكنعاود ندير فوق منه هكايا البلاستيك الفيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي اللي توفر لكم، ونعاود ندير طبقه اخرى ديال الفريز باش ما نكثرش البلاطوات بزاف باش ندخلهم المجمد. بلاطو واحد كنحاول ندير طبقه فوق طبقه. فهذه هي الطريقه الصحيحه باش تحتفظوا بالفريز، وكيجيكم مفرك حبه حبه. كتاخذوا القياس ديالكم، هانتوما غادي تشوفوا معايا ملي غادي يجمد ليا. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يدفع قدر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله. هنايا كملت الفريز ديالي، هنشوف ما درتو الطبقه فوق طبقه حيت باقي عندي الفريز كتير، اكيد غنحتاج بلاطو اخر. فنخشي البلاطو هكاك في المجمد حتى يجمد، وعن عاد من بعد نجبدو. هنا غادي ندوز باش نصايب معكم العقده ديال الحامض او العصير ديال الحامض. عندي هنايا 5 كيلو ديال الحامض، غادي ندوزو هكا في الحكاكه ماشي رقيقه وماشي الغليظه، متوسطه. من طبيعه الحال غادي نحكي غير الجلده الصفراء، ما تقربوش للجهه البيضاء حيت هي كتعطي المروره في العصير. غير هكا حكه خفيفه باش ناخذ غير الجلده الصفراء. البيضاء كيف قلت لكم بعدو منها راه كتعطي المروره في العصير. غنستمر حتى نحك هذه الكميه هذه كامله. لما تصير مره قول يا ربي يا الله. هنا بعد ما كملت الحامض ديالي كامل في الحكاك كنحصل على هذه الكميه ديال القشور. هنايا غادي ندوز مباشره باش غادي نعصرو. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر قدر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله. هنا بعد ما كملت الكميه ديالي كامله في العصير غادي ندوز دابا باش غادي نخلطهم. غادي ناخذ العصير ديال الحامض وغادي نضيف له القشور ديال الحامض، ومن بعد غادي نضيف له سنيده. القاعده الاساسيه في هذا الحامض
كل كيلو ديال الحامض كنديروا له نص كيلو ديال سنيده. يعني الا درتو 4 كيلو ديال الحامض اكيد غتحتاجوا 2 كيلو ديال سنيده، درتو 6 كيلو ديال الحامض اكيد غتحتاجوا 2 كيلو ونص ديال سنيده. يعني القاعده الاساسيه كل كيلو ديال الحامض في نص كيلو ديال سنيده، وغادي نخلطو مزيان. طبيعه الحال خصني ضروري نخليهم ليله كامله مره مع التحرك حتى تذوب ليا سنيده تماما، ولا صايبته في الصباح غادي تخليه حتى العشيه. هنايا من بعد ما بات ليا الفريز ليله كامله في المجمد، صافي هنايا غادي نحيدو. كي كتشوفوا كتفرز ليا الحبه على اختها، يعني ملي كنخشي الفريز ديالي في المجمد ما كيتلاصقش ليا، وانا اللي كنتحكم في الكميه ديال الفريز اللي انا باغا. بغيت جوج حبات، ثلاثه، اربعه، المهم كيبقى هكا مفرك في البلاستيكات. هذه هي علاش كنديرو هكا في البلاطو، عكس اننا من الاول نجمدوه في البلاستيكات. هذه الطريقه صحيحه لتجميد الفريز، كيبقى مده طويله. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم. صافي هنايا بعد ما عمرت البلاستيكات ديالي غادي نحتفظ بهم ان شاء الله في المجمد، وغادي ندوز باش نوريكم دابا الحامض بعد ما بات حتى هو ليله كامله. يعني بيت الفريز والحامض صايبتهم في عشيه، بيتهم ليله كامله، دابا حتى الله غدلي. هانتوما كي كتشوفوا السنيده ديالي دابت تماما، بقى ليا غير الحامض وداك القشور ديالو. اكيد غادي نصفيهم في الصفايه، حاولت نفرغهم في هذا الاناء باش يجيني ساهل هكا نخويه. غادي نصفيهم في الصفايه باش غادي تعزل ليا العصير ديال الحامض بوحدو ودوك لي زيت ديال الحامض اللي حكيناهم. هنايا من بعد ما عصرت ديالي الحامض ديالي كامل، هاد لي زيست القشور ديالو اكيد غنحتفظ بهم فواحد البوطه هكا في المجمد. كنستعملهم في الكيك، كنستعملهم في البسبوسه، كننكه بهم اي حاجه، اي حاجه ممكن بغي ممكن تبغيو فيها النكهه ديال الحامض فاستعملوا هاد القشور ديال الحامض، راه صراحه كيجيو رائعا. هنايا صافي فرزت الحامض على دوك لي زيت اللي حكيت. صافي هنا غادي ندوز انا هاد السائل غادي نفرغو هكا في القريعات. كاين اللي كيديروا في البلاستيكات، البلاستيكه كتجيني ماشي عمليه وكتشد ليا البلاصه في المجمد، كنديروا انا هكا في القريعات. مع العلم هو راه ما كيجمدش نهائيا، يعني كيبقى بحال ليكيد هكا عقد شويه ولكن ما جامدش. صافي طريقه الاستعمال ديالو كناخذوا مثلا كاس ديال العنبه فيطرو ديال الماء، كاس العنبه ديال هاد العصير فيطرو ديال الماء، ممكن طحنيه بجميع الفواكه اللي عندك، فقط كتحتفظي فيه في المجمد وقت اللي بغيتي. ها هو معكم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.